يستفيد من مداخلتكم ولكم بمدينة ورقلة وخصوصا بجامعة قاسم. خطة أدرجت في برنامج عمل الحكومة الذي سيصادق عليه يوم الخميس القادم وسيمر إلى البرلمان فورا يعني من أجل مناقشته. هي مختصرة ومبنية على تحسين صورة الاستشراف عن طريق منتج مهم وهو رؤية الجزائر 2030 وتحسين صورة الإحصاء بإنتاج المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية والاجتماعية.